ايضا انطلاق الختام لهذه الاشواط، وننطلق خلال شوطنا 23. ننطلق مع شوط الختام، ولكن نذكر بالتوقيت الافضل، هناك الشوط الاول الرئيسي كانت الشماليه لخالد بن حميد بن حارب المهيري راعي دريبح من قاده الشماليه في اول الاشواط بالفوز والانتصار وبست دقائق 13 ثانيه 29 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. نسير في هذا الشوط، ننطلق من خلال تواجد هذه الاسماء القويه والمشاركه هنا مشاهدين الاعزاء مباشره مع الصداره مع المركز الاول وصداره هذا الشوط. هناك الفائزه للسيد طالب بن صالح بن عقيل، هو من ياتي على الصداره على المركز الاول من خلال تواجد الفائزه في صداره هذا الشوط وفي هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني الوصول من غازي لمحمد بن حمد بن راشد بن محمد العذبه يتواجد في ثاني المراكز. نقلت الى المركز الثالث سيده لسعد بن راشد الدعبة المري من ياتي على المركز الثالث، بينما الدور دور المركز الرابع هنا الانطلاق في رابع المراكز. هنا المركز الرابع الذيبه لسيد محمد مقدمة إلى المركز الأول، سيدة على الصدارة، سيدة على المركز الحمد الزعبي، ولكن بسم الله وتبارك الله، شوفوا من القادمة، شوفوا من المنطلقة هناك، ما شاء الله تبارك الله، غازية 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 غازية، وعطني المخرج غازية، عطني غازية القادمة بأداء رائع، وصل المغامر أيضا، المغامر أيضا انطلق هناك بن معتوق مع أيضا الاسم اللي هي دمعة محمد بن شامس بن معتوق العامري، ولكن الله يا الذيبة 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 على الصدارة، الذيبة على المركز الأول، الذيبة على الانطلاق الأول، ما شاء الله تبارك الله. هناك يتواجد محمد الحمد محمد الزعبي، ولكن الاسم القادم دمعة 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 من فرح، دمعة من حب، دمعة قادمة بكل قوة، ولكن تهانينا، ما طاعة الذيبة، ما طاعة الذيبة، تهانينا والناموس لمحمد الحمد محمد الزعبي. المركز الثاني كانت دمعة محمد الشامس بن عتوق العامري، المركز الثالث كان من بطحان مع ملامح محمد بطحان بقران المنصوري، المركز الرابع كانت غازي محمد بن حمد وراشد بن محمد العدوى، المركز الخامس وصل ايضا مذهله راعي دريبح من قدم خالد بن حميد المهيري مذهله في ايضا المركز الخامس. لنعوده بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ولكن هنا العوده من خلال تواجد هذه الاسماء، وكانت الذيبه محمد بن حمد بن محمد الزعبي هي صاحبه هذا الشوط وهي المندفعه، واصلت المسار لتهدي ايضا هالي شحانيه هذا الفوز والانتصار وتقطع المساحه. ما شاء الله تبارك الله يا ابو حمد، التوقيت الزمني يتحطم هنا 6 دقائق 12 ثانية 12 جزءا من الثانية. تهانينا تهانينا والناموس لمالك الذيبة على هذا الفوز محمد بن حمد بن محمد الزعبي. المركز الثاني ايضا توقيتها ممتاز 6 دقائق 12 ثانية 88 جزءا من الثانية، دمعة محمد بن معتوق العامري. تهانينا والناموس، مشكور يا ابو الوحوش. المركز الثالث من وصلت في ثالث المراكز مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هناك كانت ايضا في ثالث المراكز، هناك ملامح 6 دقائق 16 ثانية و10 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن بطحان بن قران المنصوري، تهانينا والناموس للجميع على هذا الفوز والانتصار. هكذا كانت انطلاقة هذا اليوم مشاهدينا الأعزاء، الموعد في تمام الساعة الواحدة من ظهيرة هذا اليوم. أستودعكم الله محدثكم سالم بن علي الحبسي، وإلى اللقاء.